السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر قوات الشعب المسلحة ويشفي كل المرضى ويرجع كل شخص سالما إلى أهله. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قوات الشعب المسلحة. جينا لكم بفيديو جديد مع راكس إنصرافي، كلام جد جميل كده. أركون هذا الفيديو أول حتى بعدك نجي نعقب معكم، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك والمرة. استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية، وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ الكلام ده نفس النسخة دي، نفس النص ده اتقال 4 5 مرات في المفاوضات السابقة. الجيش قال احنا ماشيين نقعد فتح مسارات ومساعدات انسانيه، بالنسبه للناس اللي قالوا دارين تفاوض، بعد الجيش ما يتفق مع الدعم السريع، والدعم السريع التزم بما جاء في منبر جده، اللي هو شنو؟ يقطع من بيوت المواطنين، والمواطنين يرجعوا امنين، معناها شنو؟ معناها الدعم السريع يزح من الشوارع السفريه كلها، ويخلي اي نقطه بتاعت ارتكاز، هل الدعم السريع هيلتزم بالحاجه دي؟ ما هيلتزم، ولنفترض انه التزم، الجيش قال له بعد ما تمرق من البيوت بتاعت المواطنين، وتمرق من المرافق العامه، احنا دارين نفتح مسار لمساعده المواطنين اللي هيرجعوا بيوتهم ديل ونجيب لهم اكل وشراب، والدائر يملك بنطلعه، بالنسبه للناس اللي قالوا لازم تجيف واحنا دايرين نطلع وضعنا زفت، انتظروا حتى الان الدعم السريع التزم بما جاء في منبر جده، والجيش حيرسل لكم بساط ابو رجيل يطلعكم منها من الخرطوم، اتفقنا؟ قال لك يا اخي الموضوع بتاع المفاوضات ده ماشيين للمساله الانسانيه، الحريه والتغيير فرحانه لشو؟ ما في اتفاق سياسي هنا، والجيش قال سمى الجماعه دي المتمردين، الناس اللي التزموا التزموا ما التزموا قال والله احنا اصلا في كل الاحوال بعد الالتزام والاتفاق معركه الكرامه مستمره، الشعب السوداني والجيش والقوات المسلحه هدفنا القضاء على الميليشيا المتمرده، البيان ده واضح ولا ما واضح؟ كباشي مسك الملف بتاع التفاوض ليه؟ لانه كباشي حريض بتاع التفاوض، الكباشي واقع عليه، الكباشي بتاع الاستراتيجيه، اسباب حلوه جدا، بس في حاجه انت ناسيها. البرهان قبل شهر قام قسم الوزارات، الكباشي وقعت له موضوع الخارجيه والاتصال الخارجي، ده شغله. الجيش مشرف على الوزارات المدنيه. قسموها عقار عنده وزارات، كباشي عنده وزارات، ياسر العطا عنده وزارات. من شغل الكباشي موضوع الخارجيه، فهو مرقته، ما لانه الحريه والتغيير منسقه معه، ولا لانه الكباشي عنده موضوع مع الدعم السريع، ولا لانه الكباشي والله عنده شغل، لا لا لا. لانه البرهان كلفوا بموضوع الخارجيه، من الجزء بتاع الخارجيه الكباشي مكلف به اللي هو موضوع التفاوض العلاقات الخارجيه، واحنا الكباشي كلامه واضح في التنوير حقه ده وفي بيان القوات المسلحه، بالنسبه لنا احنا دارين شنو؟ والله اذا تتحرك احنا دارين حاجه توحد الشعب السوداني وتجعل كلمتنا واحده وتدينا هدف وحاجه ننطلق منها اللي هي مساله التفاوض، الكلمه بتاع التفاوض كلمناكم امبارح. دعمنا موضوع التفاوض ده عشان نرجع زي النقطه الاولى بتاعت الاستنفار. حاجة توحد الناس، الناس كانت في الفترة اللي فاتت مشتتة ومنتظرة ومحبطة وماشية، يا اخوي هوي الجيش كلامه ده حس البيان ده واضح، لكن في تحت تحت ما يدور خلف الستائر وما يدور خلف الدواليب، انا ما عندي معه شغلة، نعم؟ ما عندي معه حاجة ما في الإعلام ما تتكلم به معه، لأنه أنت ومصدرك ممكن تكونوا كذابين، فأنا بشتغل بالإعلام، الجيش قال شنو؟ قال المعركة دي مدورة لحد من بالآخر القضاء على التمرد في السودان. هدف الجيش والدعم والقوات هدف الجيش والشعب السوداني واضحه حلو هدفنا يا اخواننا في السبع شهور دي نحافظ على وحده السودان وحافظنا عليها بفضل الله وكرمه وجوده الليله اعلام الدعم السريع بيحاول يهيج الحرب الاهليه ما قادرين الموضوع ده محفوظ مدفوع عليهم قروش طبعا عشان يعملوا الحاجه والفتن والكلام ده الحمد لله احنا قدرنا نمرق من الازمه دي والسودان ده موحد توحيد السودان ده بيحتاج حمايه حماية من الجيش وحماية من الشعب الجيش الليلة في نيالة عامل شغل طبي الدعم السريع مصير يكرر يخش نيالة ويخش الفرقة 16 ويتدقى فيها وكلهم حيتدقى والدعم السريع هيتهزم ما عنده طريقة دارين مكسب سياسي يضغطوا به في المفاوضات انه احنا قاعدين في الحاجوس في شرق النيل ونيالة عشان كده قوم الجيش يا جيش ارضخ لنا ما في حاجة زي دي يا محمد بن زايد ما هيحصل الجيش الفينيالة ده كفيل انه يحمي دارفور كلها، الاقليم الغربي كله باذن الله، وكمان معاه شمال وجنوب ووسط وغرب كردفان، المساله دي منتهيه، ما عندنا مشكله، ما هو ديك اللوبيت قدامكم يعني، سبع شهور تغلبك تخش اللوبيت تسيطر على السودان كيف؟ غلبتك واحده باردي النهود غلبتك يعني، فالموضوع ده ما تقعدوا تعملوا لنا رجه كثير، الجيش قال انا ماشي افاوض في وصول المساعدات وعوده المواطنين، الدعم السريع عشان يعمل الحاجتين ديل يطلع من ارتكازات الشوارع السفريه، يطلع من اي موقع يكون مهدد للمواطن يشوف له حته يتضاير فيها، هل الدعم السريع هيلتزم بالحاجه دي؟ مستحيل طبعا.
يبقى الموضوع ده قومه وقايم بس خلاص. احنا بس حركه القوات المسلحه قطعة البحر دي بالنسبه لنا دي ساعه صفر، اي دعامه هيتبلى. نزيدكم في الشعر بيت، الليل العمليات العسكريه في القوات المسلحه ادوهم تعليمات تتوسع العمليات العسكريه وانتشارهم زاد والناس شايفه الحاجه دي. وكل يوم انت قاعد في مدرمان دي بتسمع انه صوت التدوين اشتغل فتره بسيطه ووقف، اشتغل فتره بسيطه ووقف، حتى في وحدات ديل المدافع حقت القوات المسلحه، مدافع الدعم السريع مشت وين؟ وبيدت. نعم؟ اتبلت. مشت وين يعني؟ ما كان قاعده كان بلوكم. فاحنا يا اخواننا بنحافظ على وحده السودان ده، توحد السودان ده، وحده الشعب السوداني بالقوات المسلحه، صمام امان. يعني شنو صمام امان؟ يعني لو كانت اتكسرت في 3 يوم اللي فاتت دي، فعلا السودان الدم كان وصل للركب، وفعلا البلد دي كانت اتقسمت. زي ما قبل كده ربنا ابتلى في 23 سنه الشعب السوداني في دارفور، وفي الشعب السوداني في دارفور دفع ثمن. الليله جاي اللي ابتلى في الخرطوم عادي جدا. كلام الجيش ده واضح، وازيدك في الشعر بيت، والله العظيم كل يوم كل يوم بتدخل قوة الخرطوم. كل يوم الجيش ده بيتمدد. هسه يهود الدعم السريع وين صوره؟ وين فيديوهاته كل 4 دقائق؟ احنا في شارع 60، الرد المباشر على الانصرافي من كوبري شنبات، رد على الفلول من صوبة، وين الكلام ده؟ انتوا قاعدين وين؟ لا يمكن من ال 300 ألف مستنفر تلقى واحد فيهم يقول لك يا صرف يا أخي ما تتكلم عن بلبس، احنا بنعاني، لأنه هو ما شنو؟ عز روحه، دخل استنفار شهر كلاش. ده داير احسم المعركه دي وانتهي من العدو، لكن انت قاعده في البيت ما دار تمرقي، ما عندي قروش. انت مفتكره الناس اللي مرقوا من الخرطوم 11 مليون كان عندهم قروش؟ الحرب دي قامت فجاه، والدعم السريع في ناس مرقوا بعد 3 4 اسابيع بعد ما الدعم السريع شال قروش. لكن هي صرف كلام جميل جدا يا اخوانا. الجيش هو ضمن الانتصار العسكري في الميدان، فالحاجه الفائده او مفارات الجري في جده هو شغل سياسي، لكن الشروط الجيش قالوا ده دعم سري لا يمكن ان نستجيب. واهم شروط هو انه يخلي منازل مواطنين ومؤسسات حكوميه والارتكازات في الشارع. اخواننا في واحد امس كان بيتكلم جاي من ام روابه، عايزين جاي في الراحه دول ما اعرف، قال زول اقل من مسافه من نصف ساعه لقى 20 ارتكاز بتاع دعم سري، 20 ارتكاز ده بس من ام روابه للراحه. يعني ناس دي البلد دي كله رابطين ارتكازات، وكله دي لا يمكن ان ينسحبوا، الدعم السريع لا يمكن ان يستجيب باسم المطالب الشرطة والجيش كله انه يخلو مؤسسات حكومية ويفك الأسرى يعني كلام كتير جدا. فالجيش هو ضامن الانتصار، لكن الشعب السوداني هو بس خايف ان الجيش يمشي يتفق والدعم السريع يرجع. والحاجة الكويسة ومطمن انه مفاوضات شغالة، والبال هنا شغال كل يوم بيزيد، يعني كل يوم جرعة بيزيد، والجيش خاش الخرطوم وناس بموتوا. فنتمنى انه بلد يستمر، وكان شغل كان استمر كده زي حق النيالة امس ده، الدنجود دي كده انتهوا خلاص. الليلة برضه كان في هجوم في الفاشر، لكن برضه صدوه، فان شاء الله مستمرين. بس الدنجود دي لازم ينتهوا، الجيش لازم ينتصر، لانه الجيش اذا ما انتصر في محاور كتير جدا نازل متربسين بالسودان.